مشوار جميل ومشي في نهار صباح الجمعة في مدينة سطيف، وسط مدينة سطيف، وهذا هو شكل المدينة في يوم الجمعة. طبعا الازدحام في الأيام العادية أكثر من اليوم، من يوم الجمعة. وما زال وقتها كان هذا نفسه هو الشارع، وقتها كان هو نفس الشارع العصب الرئيسي، التخطيط الروماني كان فيها لوكارتو ماكسيموس الشارع الرئيسي. نعم. فيه الشوارع تقطعوا الشوارع الثانوية كما هكا، كاين شارع هكا شارع هكا شارع هكا، وهو شارع للترام والمشاة فقط. هو شارع ترام وبيتون المشاة. جميل جميل جدا، كان في جنيف. نفس الطريقة أنا شفتها في جنيف. جميل 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 عن جنب. كيف هي بدات اروحها باللي في تاريخ مدينه 8 مايو 45، والالوان تاع تربوي. هذه هي الاجمل هنا، هذه الاجمل، كاين اجمل كاين. وهل هي كلها مناطق سكنيه، مباني سكنيه ام حكوميه؟ منها ما هو سكني ومنها ما هو اداري. جميل. كل 8 ماي نجيو هنا السلطات ويجيو الناس هنا يبعدوا يديروا دقيقه الصمت هنا ويترحموا على شهداء. قصه اول شهيد في هذه المنطقه فندق فرنسا، وفي الاسفل مقهى فرنسا، والشهيد كان وقتها عمره 12 سنه، طفل مشارك في الكشافه الاسلاميه ماشي في مسار وشايل العلم الجزائر، ولما وصل هنا اطلقوا الفرنسيين النار عليه أمام مقهى فرنسا، وهذا المبنى اللي هو الآن يسمى فندق فرنسا. فرحمة الله على شهداء الجزائر جميعا وشهداء العالم. هي الوريث الأول والأخير للحضارة الرومانية. هذا من خلال التمثال. من خلال التمثال. ثاني رمز أن المرأة ترمز للحياة والماء يرمز للحياة. ثاني شيء أنها تتوسط قلب المدينة. يعني أن فرنسا دائمة هنا. يعني ما كانش تخمم بيوم من الايام تخرج. وما هي قصة العين؟ ممكن نمشي ندخل نشوف قصة العين؟ القصة أن هذا المنبع المائي كان موجود قبل الفترة، فترة تأسيس التمثال. اوكي. و كان يعني في الفترات الوسيطة، يعني فترات الوسيطة، وكان الماء يستعملوه هنا السكان لأن استعمارية من طرف الإدارة الاستعمارية في بني من الفرنسيين. يعني هو بني في الفترة الاستعمارية، لكن بني من تبرعات الأهالي تاع مدينة الصيف، بني كمسجد يعني من البداية حتى الآن، بني من أساسه كمسجد مع المنارة. المنارة شكلها أقدم، اللي تجمع بين التراس العثماني. نعم. والتراس المغربي المربع مغربي. والجوسق والمنارة جميل. عثماني جميل. هذا أول متحف في الهواء الطلق افتتح في المدينة. جميل. بدأوا يحطوا فيه ابتداء من 1848. حبيت موضوع الكتب، مكتبة، يعني مكتبة عامة. هذه مبادرة من سكان المنطقة، تبرع بالكتب. واللي الانسان اللي يجي هنا للحديقة يقدر يرفع يحكم كتاب ويقرا، يقعد في الكرسي يقرا، من بعد كيكمل يعاود يرجع. في التاريخ أقدم، هي تجمع بين التراث الطبيعي والتراث الأثري، لأنه أول متحف. القرابين تقدم للآلهة المقدسة في تلك الفترة، وهو الإله اللي كان يعبد في تلك الفترة هو الإله ساتيرن. هذه هي شواهد للقبور، عند الأفارقة يعني. شواهد للقبور كانت تستخدم. الحديقة عبارة عن متحف مفتوح للحضارة الرومانية ولبعض الأشياء التي صنعت في العهد
الروماني الحديث والحديقة أعتقد صممت في إبان فترة الاستعمار مثل ما أنتم شايفين شبيهة بحديقة التجارب في العاصمة الجزائر. قصة القرابين في الفترة الرومانية هذا الإله وهذا الإله دائما القوى في الأعلى في السماء وهو الإله ساتورن إله الزراعة والحصاد عند الأفارقة وعند الرومان كذلك. بعدين فيه ما يسمى بالجزء السفلي فيه كتابة لاتينية ترمز إلى قرابين المقدمة للإله مع اسم المتوفي وكم عاش كم عمره ديس ماني بوساكهوم إلى الإله المقدس. هنا الكلمة دومينيتيوس ساتورنينوس فيكسيت أنيس عاش بعد تمسجد في الحضارة الليل هذا ليش الهلال مش رمز المسلمين الهلال بدا في أشطار بدا في بابل ومشى عند الفراعنة العليا ولاحظوا اللباس تاعو وتلقاه دائر ملتحي في غالب الأحيان ملتحي لأن اللحية ترمز إلى واللباس تاعو هذا تم ترميمها صح مثل ما هو واضح هنا رموه وصبغ اسمه هذا تقرب هذا القربان كان الثور كان القربان اللي كان تقدم غالبا الثور والكبش وين الراس راح الراس راح الناقشة اكتشفت في عام 1856 وهي نصب ميلي كانت تفصل مسافات بين المدن في اخر النص القينا اسس في بدايه المسرح المحلي البلدي اي بلدي الصيف في بدايه القرن التاسع عشر فيه دراما ميوزيك عند كوميدي ميوزيك عند تراجيدي حلو هذا هو شكل المسرح مدخل المسرح والان ندخل داخل نشوف الشكل الداخلي للمسرح هذا جميل مسرح جداً. اميري هذا جميل جدا مسرح اميري يا هذا هو المسرح وما زال يحمل جميل جدا سقف روعة عين الدروج بسبب الدروج هذه وعين دائما فيها ماء يجري دائما فيها ماء هي نفس الماء اللي تروح للعين السيف معروفه بالاسم تاع عين تلقى عين الدروج تلقى عين الهوارة وبعد المام المدن اللي الدائره بال هذا المبنى كان كنيسة بروتستانتية وتم تحويله إلى مبنى إداري مثل ما هو واضح الديوان الوطني للتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية موقع سطيف الروماني الإسلامي وكذلك الفترة الاستعمارية يعني قلب المدينة هو هنا جميل حاليا راه هذا هو سور القلعة الكبيرة اللي هي الحديقة سميت على اسمه الحين بتيجي التور قايد تشرح لنا موضوع القلعة الكبيرة ومكان اللي احنا واقفين منه القاع
قوهاش هنا، قوها في مدينة قريبة من جميلة، مدينة جميلة. هذه من تأثير محلي قرطاجي. يكون مثل رمز وهذه ما يسمى بمائدة القرابين الموتى، ويدفنوا في هذا ما يسمى بالثابت. هذا إله الطب. هم أول من استخدم الزجاج صح؟ هذه زجاج. هم أول من استخدم الزجاج؟ الرومان؟ إيه؟ لا. من قبل. لكن الرومان عندهم طريقة أخرى في والأندلسيين أخذوا عليها الكثير من التقنيات في البناء. وأول مدينة تم الاكتشاف فيها عن قصر به بحيرة، لأسوا المدينة تمثيل قلعة بني حماد، أسوا العاصمة الثانية في بجاية، عاصمة في البر وعاصمة في البحر. مدينة بجاية ما يزال هذا الباب وباب البحر، هذا هو الباب اللي موجود، باب البنود. ايه. باب البنود. وما يزال هذا باب البحر. ايه. حاليا موجود. موجود. وما يزال بعض المسيح سنة الشهرات يؤسس لإفريقية هذا المشهد. حتى الأشخاص الأسرى سوس ومرات بين سود لاحظت.